السلام عليكم. في هذا السؤال سوف نناقش integration of cosine cube of x dx. بطبيعة الحال سوف نحول cosine cube إلى cosine of x multiplied by cosine of x squared cosine squared of x dx. ثم سنستخدم هذه الايدنتيتي واود ان اعرضها على هذه الورقه، وهي ان كوساين سكويرد اوف اكس ايكوالز، كما نعلم ان كوساين سكويرد اوف اكس يوجد لها شكلين، ون اوف ذيم هو 1 اوفر 2 ملتيبلايد 1 كوساين اوف 2 اكس، وذا اذر ون 1 minus sin squared of x. هذول الشكلين متكافئين، ولكن في هذا السؤال ستكون هذه اللازمة. إذن سنستبدل cosine squared ب 1 minus sin squared. Integration of we have here cosine of x 1 minus sin squared of x dx. هنا يا أصدقائي سوف نلجأ لحل هذه المسألة by substitution. By substitution سوف تكون y أو u كما تحب y equals sine of x، وأؤكد هنا قائلا بدون هذا الباور، بدون الباور 2. ثم بعد ذلك نجد derivative for both sides. So y dy sine of x cosine of x dx. راقبوا هنا في هذا الانتجرال الذي سوف أسميه I أن dx وcosine x وهي موجودة هنا، لاحظ dx cosine x equals dy. إذا نحن جاهزين لكتابة الانتجرال الجديد I equals integral of مكان dx ومكان sin x سوف نكتب فقط dy، لأن dy equals cosine x dx. 1 minus sin squared 1 minus y squared. بعد ذلك يا أصدقاء نجد integration with respect to y. 1 هي y minus y squared will be y cubed، ولا ننسى أنه في عندي هون 1 third، وال 1 third هي طبعا الريسبريكال لهذا الباور الجديد بلس سي. بقي علينا يا أحبتي فقط أن نرد y إلى أصلها، وكما ترون فإن y equals sine of x، فيصبح sine x minus 1 third sin cube of x plus c. يكون بهذا الشكل انتهى الحل officially، و hopefully انه كل حدا فهم هذا الحل واستفاد منه. واود ان انبه انه في السؤال رقم 15A في الفيديو اللاحق لهذا الفيديو سوف نجري integration of tan cube of x dx. اذا كنت مهتما ابقى معنا. شكراً.